حياكم الله مشاهدينا الكرام، جولة أخرى من ضمن برنامج جولة مراسل تحت رحال جولة مراسل. هذا اليوم عند قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصية وتحديدا سوق خياطة العباية الرجالية. ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، حطت رحالها كما تعرفون في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية تحديدا عند الحاج أبو حمزة، خياط العباءة العراقية التي تمتاز بها الناصرية تحديدا وسوق الشيوخ وجنوب العراق. السلام عليكم حاجينا. السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. اليوم احنا عند قضاء سوق الشيوخ تحديدا حطينا رحالنا يمك في ضمن جولة مراسل، حدثنا من بداية صناعة العباءة حتى بيعها. حياكم الله واهلا وسهلا بكم، نشرف قناة التغيير في قضاء سوق الشيوخ، سوق العباشية، ألف هلا بكم. بالنسبة للعباءة الرجالية تعتبر مدينة سوق الشيوخ من أشهر المدن العراقية في خياطة العباءة الرجالية، حيث اشترت هذه المدينة منذ القدم بالخياطة بالأنواع الخياطة بالنسبة للعباءة الرجالية. وبما أنه موروث شعبي وموروث تراث أجدادنا وآبائنا، فتمسكت هذه المنطقة بهذه العباءة التي تعتبر من الموروث الشعبي للعشائر العراقية والقبائل العربية العريقة. بالنسبة للخياطة، الخياطة تقتسم إلى قسمين، قسم من عدها نسميها الخياطة العباءة الليهي أو الزري أو الشاسبي حسب تسمية كل منطقة. الشاسبي هذا هو اللي على حضراتكم، هذا بالنسبة إلي يسمونه المنديلي أو الدقة الكويتي، وأيضا بأنواع أنواع بالنسبة للخياط، قسم من عدة يصير مقطع وقسم نموذج وقسم بالنسبة إلى مثقب أيضا بالنسبة للليهي، ويقتسم أيضا الخياطة إلى خمس أنواع. هذا يسمونه البرج، هذه خيطة واحد بوحدة، وهذا يسمونه الطوق، وهذه الهيلة، وهذا الداير، وهذا يعني المكسر. تقريبا خمس أشخاص، خمس أشخاص يتناوبون عليها. هذه العباءة بالنسبة لها نبيه سوري مستورد من سوريا. وبالنسبة للعباءة الرجالية الخياطة مثل ما تفضلنا، الخياطة قلنا هذا الكويتي، وقسم عنده يسمونه النموذج. أما بالنسبة للتشاس بالخيط، الخيط هذا مستورد، مرة يكون مستورد من فرنسا، مرة يكون مستورد من ألمانيا، مرة يكون مستورد من اليابان، ومرة من الهند، وحسب المنشأ. أنواع اللي بيه أرقى أنواع هو الخيط الفرنسي اللي يكون من الفضة الخالص ومطلي بماء الذهب، والخيط الثاني اللي هو ايضا فرنسي لكنه من الدرجه الثانيه يكون من القصدير ومطلي بمواد ملمعه يعني مواد ذهبيه. وبالنسبه للخياطه الثانيه، الخياط اللي من لونه او من جنس العباءه اللي احنا نسميه كرماني او نسميه بالمسمار، وايضا حسب التسميات كل منطقه ولها تسميه. يكون البريسه مات الخيط من لونه من جنسه، مره يكون بريسم حرير خالص 100%، ومره يكون خيط بوليستر او نايلون. زين، ايضا بالانواع بكثيره بالنسبه لهذه الانواع، بعد شويه اذا تحبون تصورونها ايضا تختلف قسم حسب اللباس، قسم من يريد خياط عريض، خياط رفيع، وسطاني، اريد ابو الثقبين، ابو ثلاثه، ابو الاربعه، ابو الخمسه، ايضا حسب رغبه الزبون بالنسبه للخياطه. اما قضيه العباءه الرجاليه، العباءه اكو شتائي واكو صيفي. الشتائي قسم من عنده يكون انتاجه محلي في مدينه النجف الاشرف، انتاج موجود عندنا للعباءه الرجاليه، وقسم من عنده يكون لا مستورد مثل من سوريا، من ايران، من الخليج، حسب او من اليابان ايضا حسب نوع العباءه وحسب نوع المستورد اللي يجيب العباءه. اما الصيفي، الصيفي لا يختلف، الصيفي قسم من عنده اكثر الرغبه
اللي موجوده عندنا من العبار الرجاليه اللي احنا نسميها خاتشيه او يسمونها مزويه او يسمونها بتيه او حسب قلت لك كل منطقه ايضا لها تسميه. اكثر شيوعا شنو المتداول؟ المتداول طبعا قلت لك بالنسبه للغزل كان قبل السائد وهو الماشي غزل، اما الان اصبحت الماكينه، لان تدري الظرف الاقتصادي والظرف المادي للناس قام يعني ياخذ العباء على مد رخصه، والا تبقى جوده العباء بالنسبه للغزل. المدينة المشهورة بها المجال مدينة العمارة، وتعتبر المدينة الأولى والمركز الأول لجودة العباء. أما كشهرة بالنسبة للعباء النجفي أيضا عباء غزل مشهورة، لكنه تكون ليس بشهرة الخاتشية، غزل العمارة. غزل العمارة يبقى رقم واحد بالنسبة للعبي الغزل. المستورد أثر على العباء؟ المستورد طبعا أثر، قلت لك حالة اقتصادية فقط يعني، لكن كجودة تبقى عباية سيدة العب الرجالية هي العبات العمارة بالنسبة للغزل الصيفي أقصد لك. وأيضا تجي من بعد العباء الغزل النجفية، لكن الماكينة أو العبات الماكينة أصبح لها شيوع أكثر بسبب الظرف المادي، لأنه الناس حالته تعبانة فيجي ياخذ العباية ماكينة ما قيمة 100,000 125,000، بينما عبات العمارة توصل للمليون، توصل للمليون ونص، مليونين، أو حتى ثلاثة جوز، وجوز حتى 4 ملايين توصل. زين فلما الصنف هي العباية الغزل الدرجة الأولى، يكون حياكة يدوية، حياكة يدوية، والأصواف مالتها أصواف من الدرجة الأولى، والغزل درجة أولى. وتدري هذا اللي بالنسبه للحايك من يريد يغزل بيها سبب الجوده مالته، لان هو راح يتاخر يعني، بدل ما يحوك بيوم او يومين او 3 ايام احتمال يتاخر بها شهر، شهر يحوك بيها. وهذه الحياكه طبعا تدري هذا عامل اقتصادي، لان هذا يظل شهر كامل يغزل، وتجي للحايك ايضا ياخذ له، بدل ما يحوكها بيوم واحد لان عبايه رفيعه راح يتاخر بحياكه تجوز اسبوع او اكثر. ايضا هذا كله يصير فرق على العباه، لان هذه انتاج مثل ما تقول اكثر جوده يصير. اما اللي يريد يغزلها بيوم واحد او يومين اكيد راح يكون مو بالجوده المطلوبه. السؤال حاليا المتداول، هل تصدر العباء العراقي للخارج؟ التصدير طبعا بالنسبه للعراق من يعني تحديدا من بدايه الحرب العراقيه الايرانيه تقريبا انتهى التصدير. يعني سابق كان في زمن قبل الحرب العراقيه الايرانيه كانت مدينه سوق الشيوخ تصدر للخليج على شكل شاحنات، يعني مو سياره وسيارتين، شاحنات يجون ياخذون من هنا عبي انتاج وخياطه، انتاج وخياطه ياخذون للخليج. يعني تقريبا اغلب الخليج، الكويت، السعوديه، قطر، بحرين، كانوا يجون ياخذون العباء من سوق الشيوخ. يعني تجي سيارات لهنا تاخذ عبي وتمشي. من صارت الحرب العراقيه الايرانيه توقفت هاي الحاله، ومن ذاك الزمن لحد الان تقريبا انقطعت التصدير لهم، هم تحولوا الى سوريا وتحولوا الى مدن اخرى، واحتمال صار عندهم انتاج داخلي، هذا بعد شيء راجع لهم. نرجع لصناعه العباء، الخياطه ايش قلت لك؟ كم ساعه كم يوم؟ العباء بالنسبه قلت لك اذا هي 5 عمال بالنسبه للتشاسبي، يعني 5 عمال خوف هسه اقل شيء كل واحد يريد تحسبه كل واحد يوم او يوم ونص، تقريبا بال10 ايام يصيرن او 7 ايام او 8 ايام بالنسبه للتشاسبي. اما بالنسبه لل البريسم او الخيط اللي من لونه او من جنسه، هذه يراد لها تقريبا حدود 3 ايام 4 ايام تخلص العباء. والخبراء والفنيين اللي هم تحديدا؟ اكيد طبعا اكيد، هو اخو مو كل واحد يجي يشتغل بها، هذه شغله بالنسبه لها ممارسه، وقسم من عندهم موروث من اب الى جد، يعني هم عوائل موجوده بداخل المنطقه يشتغلون بهذا الشغل، وعندهم مثل ما تقول ممارسه يوميه، يعني هي العائله واحد يعلم الثاني، وتبقى البيت ببيته، يعني يشتغلون داخل البيوت، لأن صناع موجودين يشتغلون هاي الشغلة، وهم حرفيين ماهرين يعني. مو
بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. أبو حمزة، من الساعة ذكرت السوق أن مدينة العمارة هي الأولى من حيث العباء والغزل، واللطيفة اليوم لقينا أهل العمارة يمك. حياكم الله وألف هلا بكم. بالنسبة لإخواننا من أهل العمارة، الأخ علي قاطع والأخ حسين الزبيدي شرفونا اليوم هنا بالمحل، وإجوا لهنا جايبين بضاعتهم. مثل ما ذكرت لكم على العباء الغزل الرجالية اليدوية، هم ناس منتجين للعباء وعندهم أيضا خبرة بهذا المجال، وممكن أن تستفيدون من عندهم بالمعلومة، جزء أكثر فائدة أكثر للمشاهد. ومعاكم الأخ علي قاطع. حياك الله أستاذ علي. يعني الفائدة أكثر واللطيفة أنه وجدنا مدينة العمارة في سوق الشيوخ. كما مثل ما تعرف ذكر أبو حمزة أن مدينة العمارة تمتاز بالعباء الغزل، حدثنا أكثر عن هالعباء، وأنت اليوم جاي تستورد وتصدر. أهلا وسهلا بكم. مثل ما تمتاز سوق الشيوخ بالخياطة بالعراق، العمارة تمتاز بأن هي تصدر العباء درجة أولى، اللي أندر عباءة تقريبا بالعالم تعتبر العمارة. ليش؟ لأن طبيعية ما مصبوغة، صوف طبيعي، تكون أندر عباءة بالعالم، وتليها العباءة الدورق الإيراني، وبعدها تجي النجفية، ووراها تجي من البصرة القرناوي، ويجي في الدرجة الخامسة الصناعي. فالعباء هاي عباءة العمارة حياكة وغزل طبيعي يدوي، طبعا كله يدوي. هي الميزة اللي بيها لأن هي يشتغلونها يدوي، الغازول ياخذها صوفة ويغزلها. جايبها اليوم السوق شوف. اي انا تقريبا تاجر صغير بس مو تصدرها، اجيبها هنا العباءة الطبيعية هنا للحجي ابو سجاد، لأن هو يحب ابو حمزة، لأن هو يعني يمتاز بهيك عباء ياخذها، عنده لباسته اللي يحتاجون هيك نوعيه من العباء، فنجيبها لابو حمزه هنا نبيعها له، هو يبيعها يخيطها ويبيعها، لان الخياطه هنا هي احسن خياطه بالعراق، هي موجوده بسوق الشيوخ، فاحنا نجيبها على هيئه قماش قماش ونبيعها هنا على المحلات. مراحل، عده مراحل. اولا من صوفه، من الصوف. اكو معامل خاصة للصوف؟ لا، صوف مال الغنم، ناس من يقصونه. يعني من يقصونه موسم بالموسم القصاص، تاخذه ياخذ الغازول، اكو غازول مثل بالعمارة او بالنجف وهي محافظة، يغسله ويسويه على شكل خيط. من الخيط يحوله إلى الحايك. هم عندنا حياك بالعمارة يشتغل بها يدوي. وبعد الحياكة أستلم هانا أغسلها، ويسمونه كزر، كزر مو كوي، لا على نول، وبعدين أجهزها وأبيعها على المحلات. السؤال اللي يطرحه المشاهد، الظائلة هاي هذا الظائل، هذا التراث الموروث الظائل يعني تقلص؟ لا، هو ما يتخلص، لأن هو إلى ميسته هذا الملبوس، ومتوارث من يعني من قديم الزمان. بس شني نسبة للعباءة الصناعية ورخصها والظرف الاقتصادي نوعا ما قل، قل الطلب عليها، بس لها مكانة العباءة ومعروفة، وبأي مكان ستروح عباءة العمارة أو خياط الناصرية معروف إلى يعني ناس اللي تلبسه واللي يحتاجون هذا النوع من العباءة. حسن بيدك هاي أغلى عباءة؟ لا، هي نادرة أنواع، بس هي تقريبا من النوع النادر هاي العباء. يعني هاي اولا طبيعيه وحياكتها نادره ودقيقه كلش، يعني هاي تبدا من خيط الى عباء تكون هيك. ابو حمد، نعم. كم يوم ثقه بيدك هالعباء من العمارة؟ شنو تقصد كم يوم؟ خياطه. ها الخياطه ما قلت لك من الساعه، قلت لك تقريبا 10 ايام، يعني بالنسبه اذا كان شاسبي، اذا كان من لونه لا تقريبا 3-4 ايام تتاخر. في طلبات خاصه من الزبون يقول لك فصل هيك؟ أكيد طبعا. بالنسبة للباس العباء الغزيل نادرين، يعني مو كل شخص يجي يلبس عباية غزل، يعني تلقى مثل ما السبب. السبب العباء غالية. أولا اسمح لي، أكو ناس عندها العباءة الغزيل كموروث إلى النفس ما يلبس العباء الماكينة، يعني
هو انسان مضروب في مجتمع الى اسمه الى عنوانه، فاكيد يريد يكشخ، يعني يكشخ يطلع بديوان يطلع بكذا، فلازم يلبس العباء الراقيه، فما يلبس العباء ماكينه. قلت لك هذا طبعا هم حسب الامكانيه، هو مو كل شخص يقدر يلبسها هذه. هذه بالنسبه للناس اللي متمكن، اللي عندها مثل ما تقول سيوله ماديه يقدر انه يلبس او يشتري هذه العباء الغزل، لان الغلاء مالها يحد من البيع مالها. فتلقى رغابه اللي موجودين باقين اقل من المشهور. المشهور العباء الماكينه لانه قلت لك حسب الظرف المادي، لكن تبقى هي العباء سيده العبي الرجاليه، هي العباء الغزل اليدوي اللي مثل ما تفضل الاخ الاستاذ علي قاطع قال على انه غزل طبيعي ما مصبوب، وحياكه طبيعيه ايضا ما داخله بها المكننه، كله يدوي، شغل يدوي من الصوفه الى الانتاج الى ايضا حتى الخياطه ايضا يدوي. فهذا تعتبر بالنسبه لها جودتها من حيث العمل اليدوي. تدري انت الماكينه ممكن ان تنتج لك 1000 عباء باليوم واحد، بينما هذه يمكن شهر يلا تنتج لك عباء. شوف الفرق اللي هنا، هناك تنتج بمعمل 1000 وهنا بالشهر ينتج له وحده. فالفرق هنا هذا يصير بيه طبعا السعر مالها يكون اغلى. زين، وايضا هي نادره، وانت تدري بالنسبه للموروث الشعبي دائما التراث يركزون على القضايا اليدويه، الحرف اليدويه. اما المكائن هذا ما يعتبر فد قيمه مثل ما تقول تراثيه، ليش؟ لانه معمل ينتج، اما هذا لا، هذا انتاج محلي يدوي بداخل البيوت، داخله بها القضايا الشعبيه، داخله بها القضايا اللي هم داخل بيئة، يعني داخل البيئة تنتج عباء. شوف الفرق، بينما هناك مصنع يعتمد عليه الموت الشيخ وما شيخه. الشيخ مع امكانيته، يعني هسه الاغلب من المشايخ يلبسون هذه العباء الغزل، يعني تجيك امراه، تجيك مشايخ، تجيك رؤساء قبائل يلبسون هذه العباء. تجيك طلبات من خارج العراق هذه النوعيه تحديدا؟ اكيد طبعا، تجيني من الكويت، تجيني من السعوديه، تجيني من غير اماكن، نصدر من عندهم حسب الطلب اللي يردونه، حسب الطلب اللي يردونه. ممنون، وشرفنا بقناة التغيير بقضاء سوق الشيوخ، ومرحبا بكم وأهلا وسهلا وحياكم الله وألف هلا بكم. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولة مراسل في قضاء سوق الشيوخ جنوبية الناصرية في سوق العباية تحديدا في قضاء سوق الشيوخ، فابقوا معنا إلى ذلك الحين، نستودعكم الله.